Now, I am introducing one of the very important people who had accompanied us in Expo 2015, one of the very prominent and distinguished businesswoman, and she had contributed a lot in the Expo 2015. When she came back, she had practically started working towards the development of Pakistan's image, and she is a very understanding and a very accommodating individual. I would like, with a great applause from every one of you, Ms. Fatima. Allow me to speak about your film. You will be here, no gossiping. Is it? Assalamu alaikum. When he, His Excellency Mr. Mohammed Aslam Khan and Sir Iftikhar, everybody, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. I'll speak in a few words in English and then I'll go in Arabic just to like revenge from these guys. Actually, when he was addressing, I couldn't tell it's me, and I really appreciate their words. But the thing that I don't appreciate, maybe I said it yesterday, and maybe I need to reason it, like to say it again, and just to tell you a wee secret about them. So let me say it in Arabic in order to gossip about you guys without okay? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبعا انا اعتذر لان احنا مو فاهمين الموضوع الاخوان يعني احبتنا من دوله باكستان الشقيقه دائما يحطونا في حرج وامس قلنا لهم يعني احنا نحس ان في حاله تاهب وعلى اطراف ريولنا دايم ومثل لما كنا في شغلنا في الامم المتحده دايما يقولوا لنا خلوا جوازكم والسوت كيس موجوده على اساس في اي لحظه انتم تطلعون يمكن لما عرفوني قالوا لكم ان انا يعني يعنيني اشياء الانساني in the first place اختارونا احنا وبعض الجروب على اساس ان نمثل وفد كويتي ونروح للاكسبو المختص بالتجاره هناك للامانه يمكن عندي كلمتين ثلاثه ودي اني اقول لكم اياها على اساس انها تكون مثل اذا فيها مجال انها تكون تحفيز او تكون يعني مثل اعطيكم من خبرتنا اللي احنا نعرفها لان انا مو حاضره اي شيء في بالي بس ان اتمنى انها تفيد I'll speak it all in Arabic, okay? And the thing is that maybe احنا طبعا نرحب فيهم كوفد هم جايين هني رفيع المستوى هم وايد اعطونا حبه وتكريم هناك في باكستان للامانه في مصطلح جديد في عالم الدبلوماسيه اللي هو الدبلوماسيه الاقتصاديه اللي كان متواجد بالسابق وهم اعطوه هم في الدبلوماسيه التجاريه او الاقتصاديه من خلال استاذ آغا سعيد زين بنى بيننا جذور او بنى بيننا جسور خلينا نقول للتواصل مع هذا الدوله الشقيقه اللي يمكن التجاره او الاستثمار ما بدات فيها بالتاريخ الحديث لكن احنا كلنا نعرف ان التاريخ السابق كانت دائما موجوده وكانوا اهلنا يعولون على التجاره مع باكستان. لما احنا نتكلم مع اي كويتي او باكستاني ايش حق انتم تسوون تجاره يعني اذا تبون نتكلم فيها بصريح العباره دائما يكون في عندهم تخوف لان شيء مو مطروح من قبل الشيء الاخر يمكن السياسات ابعدتنا عن بعض لان دائما كانوا المقابلات التلفزيونيه كانوا يتساءلون شنو وجهه نظركم كعرب عن باكستان احنا طبعا يمكن لها كل التقدير والاحترام ولا ما صار في الكويت العدد ما شاء الله من الجاليه 100,000 كوركت 1,117 ما شاء الله فطبعا كانت في السابق اكثر وما يطمحون ان يجون اعداد اكبر من العماله المدربه والكفؤه ومن ان تفتح الفيزا ما نقول على مصراعيها ولكن اللي متواجدين هني ان يكونون اهاليهم موجودين. احنا امانه ما راح نتكلم يمكن عن سايد ان احنا ايش كثر احنا وي ابريشيت شنو باكستان وشنو تعلمنا منها وشلون الكلتشرال دبلوماسي والايكونوميك دبلوماسي اللي ثانكس تو مستر اغا انه هو اللي دخلنا في هذا الموضوع من خلال باب السفاره والمجلس رجال الاعمال لانه هم عندهم تنظيم جدا جميل في هذا الموضوع. احنا نبي نتكلم عن التجار في الكويت او شلون احنا نبني الثقه في هذه البلد.
أنا ما قاعدة يعني مو من عندي إني مثلاً ممكن إني أنا أدعي حضراتكم لو علي يعني تحصل إن شاء الله سويها إن كلكم مفترض وطن باكستان موجود يشربون اللي إحنا يربناه بس أنا اللي أبي أقوله باكستان تختلف كلياً عن الصورة اللي إحنا ماخذينها يمكن الإعلام أبخسهم حقهم يمكن السياسات اللي في المجتمع الدولي خلت من باكستان أو منطقة العربية يعني بعد بينهم مع أن الجغرافيا بينهم وايد متقاربة فأنا اللي أبريشيت أن مستر افتخار لما كنا هناك يتكلم عن هذا الموضوع شيء يعني يمسني في قلبي أنه كان يتكلم عن الأمة العربية أوكي واللي أنا أبي أتكلم يمكن عن الأمة كإسلامية يقول يعني أن إحنا قاعدين ننهض وقاعدين نكون حتى إلى درجة صناعة الصاروخ وللأمانة هم متقدمين في هذه الناحية إذا جينا علميا أو يعني مثلا بالكفاءات حول العالم لكن إحنا ككويتيين ولا أحد دخل هذا الفيلد معهم يمكن إحنا نأخذ الديتور I can say it يعني أن ندور حول العالم ونروح نأخذ المنتج من الستيتس بس هو ميد إن باكستان فاللي حاصل أن إحنا كمثلا مستثمرين صغار خلينا نقول كأعضاء يعني مثلا في شركاء أساسيين في شركات بسيطة اللي شفناه أن في مجالات للاستثمار كبيرة اللي شفناه أن تدليل الصعاب جدا جدا يعني ما شاء الله واسعة النطاق من خلال السفارة ومن خلال مجلس رجال الأعمال اللي يسمونه OPAC السفارة أعطتنا بروميس أو وعد إنزين إن إحنا أي أحد يبي يستثمر في باكستان راح تصير عنده ضمانات متعددة خلاف لما هو يروح من حاله أوكي واحد من أهم الضمانات إنه حتى لو أنت تبي تستثمر في باكستان تأخذ مثل في شباب هني تعرفنا عليهم ما شاء الله عندهم ريال إستيت الإصدار الوليد فإحنا عندنا مثلاً قلنا هم قالوا الأرض تحسب وتكتب باسم الكويتي أو المستثمر الأجنبي فهمتني إنزين والشيء الثاني إنها تعفى من الضرائب فيكون مصنعك هناك يكون شغلك هناك بس إن أنت تورد البضاعة اللي مطلوبة الشيء الآخر السفارة قاعدة تمنحنا الفيزا بكل سهولة وقاعدة تأمن لنا السيكوريتي قالت حتى لو تبون تروحون بصفة شخصية احنا نأمن لكم السيكوريتي احنا ما نبي نتكلم عن الرحلة الموفقة الحمد لله اللي احنا يعني رحنا فيها وكانت جدا موفقة وشلون هم حطونا السيكوريتي احنا قاعدين نتكلم ان ان جنرال ستيتمنت هم تكلموا ان اي واحد من عندكم يبي يمكن مو قادرين يوصلوا لكم هذا المعنى الشيء الاخر اللي مستر حافظ ضغط اللي يسمح لي اني انا تو ادرس كريسيت ماي دي اوكي اللي هي ان استاذ حافظ شبير خذ تعهد على كل الاعضاء اللي احنا يعني نرحب فيهم وهذا بلدهم اللي موجودين في باكستان ان البضاعه لازم تكون فيري كواليفايد مع الايزو يعني طبقا للضمانات الدوليه للجوده اعتقد يعني هذه الترجمه سامحوني إن حتى الكويتي يضمن يعني تطمئن سريرته أو يعني في قرار نفسه يكون مطمئن إنه يحجز على المبلغ اللي محول من الكويت لتسليم يعني البضاعة لحد ما الكويتي يطمئن إن البضاعة تمت بصفة يعني متقدمة وإن هو راضي عنها إذا مو راضي عنها ترجع وبعدين ترجع لأمواله اللي البنك تعاون معهم وحجز عليها. فأنا بالنسبة لي ما أشوف أكثر من شيء ضمانات مع أن هم يعني openly قاعدين يحاولون أن يسوون أي ضمانات أخرى الشيء الآخر اللي إحنا قاعدين نشتغل عليه ما شاء الله عشان هذا الويه يعني طيبة إن شاء الله والأفكار الجميلة عندهم لأن بلدهم مو بس جميلة بالطبيعة مو جميلة بس بالتجارة يعني حتى أفكارهم جدا رائعة لأنهم ناس يشتغلون على نفسهم زين واتمنى يعني تجينا العدوى ان احنا صدق بالفعل ان نكون دوله يعني نضاهيهم في العلم اللي وصلوا له حتى في الطاقه الذريه واستخداماتها السلميه. من ناحيتي انا كمثلا العمل الانساني اللي يعني I have heart for it للامانه انا اقول لكم اياها انا يعني اللي اعرفه عن العالم ككل ان عندهم يتكلمون عن حقوق الانسان لكن دوله مثل باكستان هي قاعده تطبق حقوق الانسان. وتطبقها بصورة علنية بس يمكن مو أي أحد يقدر إنه يكتشف هذا الأمر فني عند حقوق الإنسان دائما تقتضي الضمانات حق التجارة والاستثمار إن أنت عندك الحق في المقاضاة عندك الحق في الديموكراسي ماخذ حقها في الدولة
عندهم وايد أشياء يعني مثلاً تضمن هذا الأمر والسكيورتي وايز. اللي أنا أحب كمان إني أتكلم عنه أو يعني اقدروني حاطيني في نفس اللحظة اللي أنا قاعد أقبضكم أنتم دائماً نضيف، أنا عمري ما خلوني أصير ضيفة. فاللي كنت حابة بعد اللطف ويا سوري أمايلين خلاص يا سوري عيالنا just we worked for Mr. Iftikhar and his delegation. We are too glad to have you here in Kuwait. It's your country and we are the guests here as we say it in Arabic. And the casa is yours. Hope you enjoy it as we enjoyed Pakistan. Thank you.